السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة تحويل الخطوط المنفصلة إلى خطوط متصلة في برنامج الأوتوكاد. هنتعلم الطريقة دي من خلال 3 أوامر وهنعرف الفرق بينهم. أول أمر معانا وهو أمر بولولاين، يعني لو عندنا مربع بهذا الشكل، كل خط منفصل عن الآخر عن طريق أمر بولولاين بنقدر نحوله لخطوط متصلة. بنعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح نختار أمر بولولاين، ثم بعد ذلك نبتدي نختار أول نقطة ونبتدي نرسم على المربع اللي قدامنا ده بأمر بولولاين بهذا الشكل. ممكن لما نيجي نوصل لآخر نقطة بهذا الشكل نكتب سي انتر على ان الشكل اتقفل معانا. هنلاحظ ان احنا لو اخترنا الشغل او الخطوط اللي احنا رسمناها هنلاقيها اتقفلت بيت حاجة واحدة. لو عملنا له موف بهذا الشكل هنلاقي ان خطوط البولولاين متصلة والخطوط الاصلية منفصلة وموجودة. اذا امر بولولاين برسم على الشكل اللي قدامي بيتحول الشكل لخطوط متصلة، وفي نفس الوقت بيحتفظ لي بالخطوط الأصلية اللي أنا رسمتها. تمام، دي كده أول طريقة. الطريقة التانية وهي عن طريق أمر اسمه باوندري. كل اللي أنا بعمله اللي أنا بكتب في الكيبورد بي أو إنتر بيتفتح لي المربع ده، ببتدي بضغط على حاجة اسمها بيك بوينت بهذا الشكل، بضغط عليها وابتدي اضغط كليك شمال بداخل المربع اللي انا عايز احول خطوطه لخطوط متصلة بهذا الشكل، ثم بضغط انتر. لو بضغط على حدود المربع ده بلاقي ان الخطوط بتاعتي اتحولت لخطوط متصلة، ولو عملت موف هلاقي برضو ان النسخة الاصلية موجودة، يعني الخطوط المنفصلة اللي انا حولتها لمتصلة برضو موجودة بهذا الشكل. كنت هعمل كنترول زد عشان ننفذ الامر مرة تانية عشان نفهم او همسح ده. كل اللي بعمله في الطريقة التانية ان انا بضغط بي او انتر، ثم ببتدي بروح لحاجة بيظهر مربع، طبعا في حاجة اسمها بيك بوينت بضغط جواها وابتدي اضغط كليك جوه المربع واضغط انتر، بلاقي ان الشكل اتحول معايا لخطوط متصلة بكل سهولة. لو عملنا موف المربع ده هلاقي ان الخطوط الجديدة موجودة والخطوط القديمة برضو موجودة بهذا الشكل. الطريقة التالتة وهي عن طريق امر جوين. برضو عندي مربع خطوطه منفصلة وبرضو عندي مثال تاني خطين جنب بعض خطوطهم منفصلة. كل اللي بعمله في امر جوين بروح عشان اجيب الامر الاول للقائمة اللي مكتوب جنبها مودوفاي دي واضغط عليها، بلاقي امر جوين تحت عبارة عن سهمين قصاد بعض بهذه الطريقة. بختار الامر ثم اختار مجموعة الخطوط المنفصلة واضغط انتر، بلاقي ان الخطوط اتحولت لخطوط متصلة. بس هلاحظ ان انا لو عملت موف للخطوط بتاعتي بهذه الطريقة هلاقي ان الخطوط الاصلية نفسها هي اللي اتحولت لخطوط متصلة. اذا فامر يوين مش بيحتفظ لي بالنسخة الاصلية بهذه الطريقة. هعمل كنترول زد وانفذ الامر مرة تانية. ادي عندي مربع بهذا الشكل، مربع عبارة عن مجموعة خطوط عايز احوله الخطوط دي لخطوط متصلة. هروح اختار امر يوين واختار الخطوط دي ثم اضغط انتر، الخطوط هيتحول معايا لخطوط متصلة بدون الاحتفاظ بالاصلية. يعني لو حركت المجموعة دي هلاقي ان النسخة الاصلية هي نفسها اللي اتحولت لخطوط متصلة. جميل جدا. طيب اقدر استخدم امر يوين في ان انا احول الخطوط الخطين دول كمان لخطوط متصلة؟ اذا فامر يوين مش شرط يكون مغلق، يعني ممكن يكون خطوط متصلة بهذه الطريقة. يعني ممكن اروح اختار امر يوين واختار الخطين دول واضغط انتر،
هلاقي ان الخطين اتلحموا في بعض. وكمان لو عندي 3 خطوط، يعني عندي خط 2 3 بهذا الشكل، اختار امر يوين وابتدي اختار الخطوط دي واضغط انتر، هلاقيها اتحولت لخطوط متصلة زي ما واضح قدام حضراتكم. الفرق ما بين امر باوندري اللي هي الطريقة دي وامر يوين، ان امر باوندري ما ينفعش اعمل باوندري الا لشكل مغلق. يعني لو عندي مجموعة خطوط بهذا الشكل وحبيت انفذ امر باوندري مش هيتنفذ الامر. فاذا لازم اول معلومة نعرفها في الطريقة بتاعت امر باوندري ان لازم يكون الشكل مغلق، خطوط مقفلة، يعني خطوط منفصلة متقفلة بهذا الشكل. يعني كمان ما ينفعش حتى يكون في مسافة بين الخطوط بهذه الطريقة، لازم تكون الخطوط متقفلة. فدي اول حاجة لازم نعرفها برضو. فاذا كل امر من الامر من الاوامر اللي احنا شرحناها دي ليه فايدة وليه استخدام. يعني امر جوين اقدر استخدمه مغلق واستخدمه مفتوح، امر باوندري لازم يكون الشكل اللي انا هحوله لخطوط متصلة مغلق تماما، امر بوللاين ده مجرد انا بمشي على الشكل اللي قدامي فقط لا غير. يعني اقدر عن طريق امر بوللاين ان انا ما اكملش الشكل بتاعي للاخر. يعني ممكن لو عندي 3 خطوط بهذا الشكل اهو، افترضنا الشكل ده عايز احوله لخطوط متصلة، لو ضغطت بوللاين وابتديت امشي على هذه الخطوط هذا الشكل وعملت اسكيب، خلاص انا حول لي الخطوط المتصلة المنفصلة ال3 خطوط دول خط متصل. يعني مش شرط يكون الشكل مغلق. فهو ده الفرق بين ال3 اوامر. يا رب يكون المعلومة وصلت. طيب بستفيد بايه ان انا احول الخطوط بتاعتي من خطوط منفصلة لخطوط مغلقة او متصلة زي ما اتعلمنا عن طريق ال3 اوامر دول، ايا كانت الطريقة. يعني ان انا مثلا لو عندي شكل زي ده مغلق اقدر ان انا احسب المساحة بتاعته. في حالة لو انا عندي الشكل منفصل مش هقدر احسب المساحة، لكن لو عندي الشكل مغلق لو ضغطت على الشكل وعملت كليك يمين ورحت اخترت بروبرتيز هيظهر لي قايمة، القايمة دي في خانة مكتوب جنبها اريا اهو، نكبر الخانة دي اهي الخانة دي. فاذا انا بستفيد من انا الخطوط بتاعتي تقفل ان انا احسب ريات، وكمان بيحسب له محيط. يعني كمان بيقول لي ان الدايمتر ان لينس الاطوال بتاعتك دي طولها 141. جميل جميل. وحتى عن طريق امر جوين برضو نفس الكلام، لو اخترت الشكل المغلق بتاعه هيديني برضو الاريا وهيديني المحيط. اما لو شكل منفصل زي كده واخترته مش هيديني اريا، هيديني لينس. طبعا اريا دي مفتوحه يعني مش هتكون اريا، هيديني فقط لينس للخطوط دي. فدي ده الهدف كان من المحاضره بتاعتنا النهارده، ان احنا نعرف طرق مختلفه في تحويل الخطوط المنفصله الى متصله علشان نستفيد من الشغل اتصال الخطوط دي، ان احنا ممكن نحسب اريا او اطوال. وكمان في حاله ان يكون في شكل مغلق اقدر اعمل هاتش، وطبعا الهاتش برضو ينفع يتعمل على الخطوط المتصلة. يعني لو عملت اتش ايه انتر وضغطت هنا في المنفصل هيعمل لي هاتش، وضغطت في المتصل هيعمل لي هاتش، اما لو جيت اضغط في المفتوح مش هيعمل لي هاتش. هي دي المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وهو ده الهدف من المحاضرة بتاعتنا النهاردة، انك تتعلم ازاي تحول خطوط منفصلة الى خطوط متصلة بطرق مختلفة تقدر تعتمد عليها في الشغل بتاعك وتستخدمها في الرسم في برنامج الاوتوكاد. يا رب يكون المعلومة وصلت بسهولة، يا رب يكون المحاضرة بتاعتنا النهاردة قدمت الإضافة. أشكركم، إلى أن نلتقي في محاضرة أخرى على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.